ارحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على التليفون الاستاذ حسين الشريف رئيس مجلس اداره اير كايرو. مساء الخير يا استاذ حسين. يبدو ان اتصل في حاجه. طيب معانا استاذ حسين الشريف رئيس مجلس اداره اير كايرو الناقل الرسمي لقناه الاهلي. مساء الخير يا استاذ حسين. اهلا، مساء النور، اهلا بحضرتك. الف الف مبروك وتحياتي وتحيات كل الاستوديو التحليلي، الكباتن الكبار كابتن شريف وكابتن علاء وكابتن محمد وكابتن عادل، ووشكم حلو علينا. تكرينا كابتن خير حضرتك، وتحياتنا لكل الكباتن الكبار الموجودين في المجلس في الاستوديو. وطبعا الحمد لله، الحمد لله ان وشنا كان حلو على النادي الاهلي، وان شاء الله يكمل للنهائي ان شاء الله بعد ماتش العوده ونوصل للنهائي باذن الله. باذن الله رب العالمين. عايزك تكلمني عن الاستعدادات الكبيره في نقل النادي الاهلي سواء في الذهاب او العوده ان شاء الله. احنا اهتمينا جدا برحله النادي الاهلي، احنا جهزنا، قعدنا نجهز في الطياره 3 ايام قبل الاقلاع، والطياره سيبناها مع الفرقه هناك في المغرب في كازابلانكا. ان شاء الله الطياره توصل القاهره بكره الصبح الساعه 9 صباحا ان شاء الله. واحنا مرتبين لهم ترتيبات كويسه جدا على الطياره، سواء كان عاملينها في رحله الذهاب وكمان في رحله العوده ان شاء الله، ومجهزين لهم الاستقبال ان شاء الله هيكون في صاله الشخصيات الهامه في مطار القاهره. ده اللي قدرنا نعمله مرحليا وبسرعه بعد النتيجه الجميله اللي عملها النادي الاهلي في كازابلانكا. الحمد لله هو مجهود كبير جدا فعلا وبنشكركم عليه، ولكن كلمني اكتر ايه الترتيبات اللي اتعملت وايه وسائل الراحه اللي كانت موجوده في الطياره وايه اللي هيحصل في رحله العوده ان شاء الله. احنا في الاول اهتمينا بالهايجين جوه الطياره، بالتطهير والتعقيم بتاع الطياره في المرحله الاولى. اهتمينا بنوع الوجبات اللي موجوده على الطياره انها تبقى وجبات صحيه. اهتمينا ان اللعيبه يبقى كلهم معاهم الماسكات والجوانتيات والاغطيه الراس للاحتياط تبقى معاهم اثناء الرحله. حافظنا جدا على التباعد الاجتماعي جوه الطياره. حاولنا نعمل شويه تباعد ما بين اللاعبين اثناء الرحله. اهتمينا جدا بنوع الوجبات اللي كانت موجوده على الطياره، بحيث انه كمان ما يحصلش اي نوع من انواع التلامس ما بين الطاقم واللاعبين، حرصا على صحه الطاقم واللاعبين مع بعض. كمان في رحله العوده مهتمين جدا بانه الطياره تتعقم النهارده الصبح، واهتمينا بنوع الوجبات اللي جايه على الطياره ان شاء الله، لان احنا الوجبات هتطلع لهم ان شاء الله من المغرب، ويوصلوا ان شاء الله بالسلامه، ومحضرين لهم استقبال يليق بنادي القرن ان شاء الله في مطار القاهره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. اكيد وسائل الراحه كان ليها تاثير ايجابي النهارده على اداء النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله. احنا لو اقول لحضرتك احنا عملنا اجراء مش من المعتاد ان احنا نعمله او انه يحصل في اي شركه طيران، ان احنا اتحنا مساحات اكبر على الطياره لكل لاعب. احنا كان عندنا على الطياره الفريق والمدربين والبعثه برئاسه كابتن محمود الخطيب، فاهتمينا جدا انه يبقى في فرصه للاعب انه يفرد رجله وانه يفرد جسمه، لان احنا كنا شايفين الرحله 5 ساعات ونص، رحله طويله، كنا حريصين جدا انه الرحله تبقى مريحه واللاعبين يوصلوا وهم مش حاسين بالاجهاد بتاع السفر، وده احنا حققناه بالمساحات والمسافات اللي اطلقناها على الطياره مع اللاعبين. ممكن نعرف من حضرتك ميعاد الاقلاع من المغرب ان شاء الله والوصول الى مطار القاهره؟ ان شاء الله يطلعوا من المغرب الساعه 3 فجرا بتوقيت المغرب، ويوصلوا القاهره ان شاء الله الساعه 9 صباحا باذن الله. مده الرحله ان شاء الله 5 ساعات، وهيوصلوا بالسلامه ان شاء الله. وطبعا احنا في فرق توقيت بيننا وبين المغرب ساعه، فهم ان شاء الله مده الرحله 5 ساعات، وان شاء الله ربنا يجيبهم بالف سلامه ان شاء الله. وما اقولش لحضرتك سعادة الطاقم اللي في المغرب، انا متابع معاهم لحظة بلحظة، سعادة الطاقم بالفوز، وان هم كان وشهم حلو على فريق النادي الاهلي والنادي القرن. واحنا عايزين برضو نشكر من هنا طاقم الطائرة المحترم اللي كان بيدعم النادي الاهلي بكل قوة، وكان ليه اثر ايجابي في اداء النادي الاهلي النهاردة. الحمد لله كابتن، الحمد لله، وربنا يكملها على خير ان شاء الله للنهائي ان شاء الله، وتتوالى البطولات وجود اير كايرو مع النادي الاهلي
شاء الله. بإذن الله إن شاء الله كل خير، وألف ألف مبروك للأستاذ حسين الشريف رئيس مجلس إدارة إير كايرو، وألف ألف شكر على كل المجهودات لشركة إير كايرو مع النادي الأهلي، لشركة إير كايرو الناقل الرسمي لقناة الأهلي.